بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي الأعزاء، طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، صالي تولوموند، أهلا بالجميع. إن شاء الله في الفيديو ده هنحل ونشرح جرامير القواعد. سما إم جوي تحب أن تلعب بيتونك. طبعا فرب جوي يجي على طول في دماغي، حرف الجر أ ومشتقات أو، ألا أ الابوستروف أو أو أفك إكس. طبعا هنا بيتونك كرة حديد مؤنثة، إذا تاخد الألا. اون فرانس اون بو فير، طبعا فير على طول يجي دو، واخوات دي المذكر دو لا دو الابوستروف. تمام، او دي بتاعت الجمع. طبعا اسكي هنا في المفرد المذكر هياخد الدي. مي برونت براتيك، طبعا براتيك بياخد اداة معرفة يا لو يا لا الابوستروف او لي. كورس ابيي طبعا هنا في المؤنث، اذا تاخد الله. كورس هنا مؤنثة. مون في فرير أخي في يمارس ديلت بلون ترشر أونيتي في الصيف. طبعا خلي بالك بقى تنتبه أو لكنها مذكرة. فير أداة تجزئة. أون جو أو أداة معرفة مدغمة. أون جو نلعب جو فيديو، طبعا جو فيديو تعمل معاملة اللي هنا فيرب جوي، إذا ياخد أو بتاعت الجام. الفو أن فيلو بور فير سيكليسم، طبعا فيرب فير بياخد دي. تمام، هنا في المفرد المذكر فير بفير طبعا، وبوكس توب دولا مؤنث. يلا بينا في صفحة 142. لو جوي اللاعب دو فولي بول لونس يمرر طبعا لو بالون الكرة. لو بالون في المفرد المذكر تاخد الايه اللو. اون جو نلعب فوتبول، طبعا فير بجوي بياخد او عشان هنا بعد الكلمة بعد النقط كلمة مفرد مذكر. سامح فيبيان يمارس جيدا. باتين اغلاس طبعا فير بفير ياخد دي، عشان هنا باتينا جلاس في المفرد المذكر. مون كوبان فرنسي في اسكالات، طبعا بتبدأ بحرف متحرك وبتاخد الدو الابوستروف. تي اون باراشوت، طبعا سوت يقفز، هنا اخترت سوت عشان بمعنى يقفز. تمام، لونس يترك، بس يمر او يقضي، وجو بمعنى يلعب.